بالنسبه للحم البرازيل باقي ما توصلناش به، باقي ما اي جزار ما عندوش اللحم البرازيل، حتى واحد نتحدى اي واحد شي وحوانتي هنا عنده اللحم البرازيل، راه غير الاشاعات ما كاينش. جا دخلوا شي مسؤول وشي شركه كبيره، شركات كبار هما اللي عندهم واحد يدخلوا الحوانت هنا، حتى واحد ما عنده، حتى واحد في الرباط حتى واحد ما عنده، حتى حانوت هنا حتى حوانتي ما عندوش اللحم ديال البرازيل. غا الناس مكثرين الهضره، الاشاعات بزاف وقوع الاشاعات بزاف، داكشي اللي كيقولوا راه كيدبروا منه حتى حاجه. داكشي الا داروه الناس كاملين وافقوا عليه، الناس وافقت عليه الدوله ومسؤولين، راهم ما عارفين اش كيديروا، يعني ما غايدخلوش شي حاجه اللي هي ماشي هي هذيك، فهمت؟ ما دخلوا راه حاجه مزيانه، راه يكون الطبيب يكون داكشي موثق، ماشي غا داخل هكاك. الناس راهم كثيرين الهضره وصافي، شي كيقول مريض، شي كيقول طرق شكوشة، شي كيقول دود، داكشي غا هضره خاوي. البقر ديال البرازيل داخل، كاين واحد السيد جايبهم تقريبا، جاب فيهم واحد العشره ديال العجوله من نوع الجاموس، وانا هذاك البقر ما نخدمش به حيت الكليان عندي هنايا ما تيبغيوش. بعدا خلقوا لنا واحد المشكل، حيت تيجي تيقول لك واش هذا البقر ديال البرازيل، واش هذا البقر ديال البرازيل، واش البقر. حنا هذاك البقر ما نجيبوش، واخا يبقى غا هو بوحدو ما نجيبوش ذاك البقر. حنا عندنا العجوله ديالنا تنجيبوهم، عجوله سنان الحليب، هذا الشيء هو اللي كاين، من غير وجابوا واحد الفئه الثالثه ديال البقر ديال البرازيل اللي ما يمكنناش حنا نخدموا ذاك النوع ديال العجوله. والثمن واخا هما داروا زعما باش ينقصوا الاثمان، داك الشيء ما نقص الثمن، الفرق اللي كاين بيناتهم الفرق ديال 6-7 دراهم هو اللي كاين. اللهم العجوله ديال البلاد، شنو الفائده ديال هذا البقر اللي دخل من البرازيل؟ ما كاينش زعما شي استفاده ولا شي حاجه، 7 دراهم ديال الفرق راه ماشي شي فرق. انا مقاطعه ديال البقر ديال البرازيل ديال ما نجيبوش نهائيا، انا بلدي والعجوله ديال البلاد. ولا كان ديج عليه الطبيب طوبيل عليه انه يتكلم، راه غيتكلم، ما الا دخل الا غادي ياكلوا المغاربه، ما في حاجه اللي كتصور زعما اي حاجه مستورده وكيستهلكها المواطن، شحال من حاجه مستورده من برا وكيستهلكها المواطن. بالنسبه لهذاك البقر الا دخلوا وكان دوز الطبيب عليه وكان صحي، راه غادي يستهلكوا المواطنين، ما غاديش يخلوه. علاش غتخوف؟ الموت راه نهار كتجي كتجيب اجاله، واخا تاكل الكليب الناس راه كتاكل الفاع في الشينوا وما كتخوفش منه، وعسى حنا نتخوفوا من هذا الحب. اذا راه داك الشيء تيكون ستورد راه الا فيه المنافع، ما كايناش الحاجه اللي ما فيهاش المنافع.